نعود من جديد إلى مناقشة نفوذ الميليشيات في الانتخابات المقبلة، ومعنا هاتفيا من عمان سيد إياد العناز الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد إياد. أهلا وسهلا أخي العزيز، حياك الله. إذن الميليشيات في الزي العسكري داخلة بقوة في الانتخابات، ما دلالات نفوذها وما حظوظها في الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بخير. حياك الله. يبقى موضوع دخول عناصر ميليشياوية في موضوع الانتخابات التي تجري بعد أيام في العراق هي مسألة التواجد الذي لا زال موجودا من خلال عدم انسحابهم من المحافظات التي حدثت فيها المعارك العسكرية والمواجهات بين القوات الأمنية والعراقية طيلة 3 سنوات الماضية. المفترض عندما تنتهي هذه المهمة عليهم أن ينسحبوا، ولكن بقائهم كان لأغراض سياسية وأغراض تعبوية وأمنية. في هذا الجانب الآن نحن نرى أن هناك تدخلات وإجراءات تتخذها هذه الميليشيات من خلال قيامها بالتدخل في بعض المراكز الانتخابية في محافظات نينوى وصلاح الدين، وقيامها أيضا بمحاولة التأثير على المواطنين وإرغامهم على انتخاب قوائم بحد ذاتها تتمثل في القوائم التي ترعاها وتشرف عليها الميليشيات، وبالتحديد القوائم التي تسعى ويكون لها دور كبير مع القوى والإدارة الأمريكية الإيرانية. نحن نعلم أنه هناك حشود في مدينة الموصل، وهناك حشود أيضا في محافظة صلاح الدين. هذه الحشود تتمركز داخل المدينة وعلى أطراف المدينة، تحاول دائما أن تمنع الكثير من المرشحين القيام بتواجدهم، تحاول أن وتسعى إلى إرهاب المواطنين بضرورة القيام بعملية انتخاب هذه القوائم. إذا التواجد الميليشياوي سيؤثر تأثيرا كبيرا على نتائج الانتخابات، ويحقق الغاية في عدم وجود النصاب الصحيح واختلاله في هذه الانتخابات. روم معرفة الجميع أن هذه الانتخابات هي أحد أدوات الغزو الأمريكي، وهي سوف لا تكون نزيهة. يعني نتائج إيجابية باتجاه الوضع في العراق. إذا أحيل الأمر إلى هذه الميليشيات، كيف سيكون المشهد السياسي والميداني في العراق؟ طبعا احنا نعلم أن هذه الكتل السياسية تسعى إلى أن يكون لديها دور سياسيا قادما في العراق يتمثل في 4 سنوات قادمة. هناك من يسعى إلى ولاية أولى، وهو ما كما قلنا كتلة الفتح وترشيحه إلى هادي العامري، وكذلك مثلا هناك الكتلة التي تصل وتسعى إلى ولاية ثانية، ومحاولة المالكي إلى التدخل ومحاولة خلق الأوراق ليحظى بولاية ثالثة. ولكن الهدف الرئيسي أن هذه الميليشيات وهذه الفتاة تسعى إلى أن يكون لها دور سياسي قادم. إذا كانت هذه الميليشيات تتحكم في القرار السياسي العراقي وتتحكم في القرار الأمني، سنرى هناك كثيرا من التطورات السياسية التي تنعكس سلبيا على التواجد وعلى الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في البلد، واستحكاما للمشروع الإيراني والنفوذ الإيراني وإدامة السيطرة. وهذا بالضبط ما ذكرته وكالة رويترز، قالت أن فوز هادي العامري في رئاسة الوزراء سيجر العراق للمحور الإيراني. ولكن هناك جهات أخرى يعني ذكرت أن هناك حظرا أمريكيا على العامري. هذا التوتر سيد إياد بين إيران وأمريكا إلى أي مدى سينعكس على الوضع داخل العراق، خصوصا بعد الاتفاق النووي وإعلان ترامب رفضه هذا الاتفاق؟ يعني حقيقة الأمر واضح أن هناك ستكون تطورات، ستكون مواجهات محسوبة بين كل من واشنطن وطهران. طهران سوف لا تستخدم المواجهة المباشرة، ستستخدم أدواتها وستستخدم تبعياتها في عدد من البلدان ومنها العراق. العراق إذا ما حدث أي تطور سياسي أو عسكري أو أمني ما بين واشنطن وطهران فسيكون ساحته العراق. هناك صراعا سياسيا، سيكون صراعا سياسيا غير مباشر. ستستخدم إيران جميع أدواتها في زعزعة الوضع السياسي والاقتصادي والأمن داخل العراق، ومحاولة إيجاد كثير من المفاعيل التي تؤذي التواجد الأمريكي أيضا، وكذلك التواجد الإيراني ساعيا إلى زعزعة هذا الوضع بما يخدم المصلحة الإيرانية وبما يخدم أيضا التوجهات الإيرانية في المنطقة. الولايات الإيران ستتابع هذا الموضوع. إيران لديها دواجها، لا نعلم
سيطرتها وكيفيه ان سمحت الاداره الامريكيه السابقه بان تطلق العنان الى الى طهران لتسرح وتنضح في العراق ولتسيطر وتهيمن ليس فقط على القرار السياسي وانما على القرار في الامور الاستخباريه والامنيه داخل العراق. اشكرك شكرا جزيلا من عمان السيد اياد العناز الكاتب والمحلل السياسي.